أهلا بحضراتكم، هذا الصباح مستمر معكم على شاشة النيل للأخبار، وبنتحول الآن إلى قضية مصرية بامتياز، قضية كما تحمل في طياتها عديد من السلبيات حتى من وجهة النظر التاريخية بين قوسين، لكن بالتأكيد في نفس هذه التفاصيل كم من الإيجابيات لابد أن احنا ننتبه إليها ونأخذ في إطارها العديد من الخطوات على مستوى الدولة. القضية السكانية هي ما نتحدث عنه في هذه الدقائق. القضية السكانية كانت دائما أولوية متقدمة على أجندات الحكومات المصرية المتعاقبة، لكن وزارة الصحة وضعت ما يسمى بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية من 2015 ل 2030 وبتعمل على تحديثها بشكل مستمر. ماذا جاء في هذه الاستراتيجية أو هذه الرؤية؟ لماذا هناك حاجة لهكذا استراتيجية؟ ده هيكون سؤالنا الأول لضيفتنا الكريمة في الاستوديو الأستاذة عبير سليمان الباحثة في شؤون المرأة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عبير. تحياتي، صباح الخير. نبدأ مباشرة باحتياجنا لاستراتيجية قومية للسكان، هل نحن بحاجة؟ طبعا احنا بلد كبيرة وتعدادنا كبير، لكن هل نحن بحاجة إلى استراتيجية؟ خليني أقول لك إن القضية السكانية في مصر لازم تشغل بال كل مسؤول، وخاصة وزارة الصحة وزارة الإسكان. ليه؟ إحنا عارفين إن الطاقة البشرية طاقة منتجة في الأصل، يعني حضرتك لو قلت لي إن إحنا عندنا عدد كبير من المواليد فدي أحيانا بتكون ميزة مش عيب، لكن لما بتكون بتسبب ضغط اقتصادي وعبء على المستوى الأسرة، على مستوى الصحة ومستوى المادي، وكمان على مستوى الدولة في مقدرات الدولة، المقدرات الموارد لا تكفي الموجود من المواليد، لازم يكون في خطة وفي استراتيجية واضحة، وكمان تحديثها ده مهم جدا. نعم. لان احنا في عدد من المناحي لما بننفذ اي مشروع بنفاجئ ان احيانا بينفذ بشكل خاطئ او بينفذ بطريقة غير مثمرة او غير ايجابية او ما بتجيبش النتائج اللي احنا بنطمح ليها، زي مثلا الارشاد لوسائل منع الحمل. في عدد كبير جدا من السيدات اللي تم تقديم ليهم الخدمة، وده موجود بالمناسبة في المسح اللي قامت به وزارة الاسكان، ان عدد كبير جدا من اللي تقدم له الخدمة ما حصلش على النتيجة اللي هو منع الحمل، كان في بيحصل حمل على وسائل منع الحمل، وده امر لازم كنا نقف عنده ونعرف الخطا فين، وان كده جهد الدوله مهدور. كمان في ناس بتبقى عايزه توعيه خاصه النساء، لكن ما بيوصل لهمش التوعيه او ما بتبقاش عارفه توصل للوسيله الامثل، رغم كل المحاولات اللي زي الرائدات الريفيات والكلام ده كله ما قدرش ان يوصل لكل شبر في مصر. على فكره يعني دي دراسات، الدراسات بتقول ان في ناس كتير متسربه من هذا الوعي والارشاد والترشيد، يعني فكره كمان ان يوجد في نسبه بالنسبه التي ذكرت نسبه كبيره جدا، ان في 14% سيده عايزه ان هي تمنع الحمل ومش عارفه ازاي، مش عارفه ايه الانسب ليها، ومش عارفه تستخدم ايه، وده افضل لصحتها ولا لا، ده امر محترم ان هو يتنظر ليه. كمان المتابعه بعد تقديم الخدمه، المتابعه دي هي اهم كمان من الخدمه. نعم. لان لو حصل اي مضاعفات السيده دي هتروح فين؟ حضرتك عارف ان احيانا بيبقى في ستات غير قادرات ماديا، فبالتالي متابعه الطبيب لابد ان تتوفر لهن الخدمه الطبيه الوفيره والمنتشره واللي فيها عموميه، يعني هي مش بتميز حد، يعني ما ينفعش مثلا قرى او نجع ما يكونش فيه الخدمه دي، واجي اقول ان احنا على مستوى مصر عممنا الخدمه، ما ينفعش، لازم الكل سواسيه. يمكن ده جزء يعني مهم من فلسفه منظومه التامين الصحي الشامل، انه هيكون كل المواطنين المصريين مع انتهاء مراحل المشروع كلهم مغطيين تامينيا، الكل بياخد نفس الخدمه. ده اللي بيشير ليه المشروع، وده امر محترم من الدوله وجهد محترم جدا في تضافر جهود الدوله على المستوى الاعلامي والمستوى الصحي ومستوى على مستوى المشروع لتنمية الأسرة المصرية. طب أستاذ عبير، يعني إحنا الحقيقة إنه القضية السكانية في مصر اختزلت لعقود طويلة في حاجة واحدة بس اللي هي تنظيم الأسرة أو زيادة السكان، لكن الحقيقة إن القضية السكانية فيها أمور أخرى كثيرة بالزبط مسكوت عنها،
زي يعني وربما حتى تتداخل مع قضايا أخرى. على سبيل المثال تدعيم دور المرأة، على سبيل المثال التعليم والتعلم، على سبيل المثال الحقوق الإنجابية. الحقوق الإنجابية ممكن تبقى بالعكس على فكرة، يعني عكس ما احنا ان السيدة تنجب كثيرا، لا ده السيدة تحرم الإنجاب، ده جزء من القضية السكانية ان ربما تحرم الإنجاب بشكل أو بآخر، أو حتى لسبب طبي. هنا ممكن يكون للدولة دور في دعم هؤلاء السيدات ليحصلنا أو يحصلنا حقهن في الإنجاب، وفي نفس الوقت التغلب على صعوبة ما يقدروش يعدوها بمفردهم. الحقيقة بحييك، الإشكالية دي في حد ذاتها إشكالية. فكرة إن أنت تعمل موازنة أو موائمة بين حقك في العيش والإنجاب والتمتع بفكرة تكوين أسرة والترشيد، يعني فكرة الوعي إن إحنا إزاي نوصل للمواطن المصري سواء كان ست أو راجل ونقدم له خدمة طبية تضمن دعمه صحيا إن هو يكون عنده ذرية صالحة، وإن إحنا كمان نوصل له التوعية بالترشيد وعدم الإفراط في الإنجاب، أمر مهم جدا. وإحنا ده إحنا بنقول التوازن بين إن إحنا نقدم الخدمة ونقدم كمان الوعي الكافي اللي يخليهم يقدروا إن هم يطبقوا حياة أسرية سليمة على مستوى الإنجاب. من بين الأرقام اللي متاحة قدامي دلوقتي رقم مهم اللي هو انخفاض معدل الخصوبة الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 1980 إلى 2.8 طفل لكل سيدة عام 2021. الفرق يمكن بالرقم مش كبير، لكن سكانيا وفي قضية زي دي بيكون فرق معبر. لو هو فرق معبر لأن احنا في زيادة، فالفجوة هنا هو تقول ان في منحة جديد بيتخذوا يعني الـ 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 الوعي المصري. فكرة الترشيد الإنجابي موجود، يعني أولا في على مستوى الاقتصاد كلنا على المستوى المادي في شكل آخر بنتوجه به جميعا على مستوى الأسرة، والكل بيحاول انه يتوائم ويضع يعني يجد الطريقة انه يتعامل مع الموقف بالضبط. طفل غير اتنين، فحتى كمان رغبة الفتاة بعد ما بتتجوز او الشاب بعد ما يتجوز ان هم ما يجيبوش اطفال كتير، احيانا بيكتفوا بطفل واحد لان الاعباء المادية اصبحت اعلى من مستوى التحمل لشاب لسه في مقتبل عمره. نعم. او لفتاة لسه بتبدأ اسرة، يعني هتكون ام جديدة مش هتعرف تراعي 3 أطفال 4 أطفال. فالترشيد هنا زي ما نكون بنقول احنا واجب قومي، يعني وجب عليها ان هي على مستوى اسرتها انها لا تنجب اكثر من طفل او طفلين. استاذ عبير، يعني انا عارف انك دايما مهمومه كمان غير قضايا المراه، مهمومه بشؤون المجتمع ككل. هناك ظاهره بدا يتحدث عنها شباب، ولنكن صادقين هم شباب من الاعلى من الفئات الاعلى تعليما وربما الاعلى قدره ماديه. بدانا نرى مصطلح اللا انجابيين، ناس عندها القدره انها تكون اسر، قدره اقتصاديه وقدره جسديه وما الى ذلك، وربما حتى تسعى ان هو الشاب والفتاه يعني يتعرفوا ويتجوزوا كمان وتبدا لبنه الاسره، لكن هم يروا انه لا احنا عايزين نبقى لا انجابيين او ما نخلفش. هنا التوجه ده نوصفه ايه؟ التوجه طبعا سلبي، لان الناموس الطبيعي للحياة ان انت تكون اسرة وتأتي بشباب يقدروا ان هم يبنوا الدولة معاك ويقدروا يعملوا مجتمع صالح، لان احنا مش هينفع نكون، مع احترامي طبعا لكبار السن، لكن مش هينفع نكون مجتمع كهول. ما عندناش قوة انتاجية ولا قوة شبابية هي اللي بتقود. القيادات شابة، القيادات محدثة، الشباب هو المحدث للوعي العام. لو حضرتك ما عندكش قوة بشرية قطعا هتتأخر، يعني هنفرح جدا ان احنا انتاجنا البشري قل، لكن في نفس الوقت التقدم على مستوى الانتاج ومستوى التطور هنفقده. فالتوازن هنا في اشكاليات، لابد من التوازن بين تقديم الوعي لتنظيم الأسرة وعدم النزوح او التطرف في التوجه ده. حتى لأن في دولة عندها تخمة سكانية زينا ومعظم التعداد في سن الطفولة والشباب اللي هم قيادات المستقبل، حتى لو ده، لأن ده حق بشري، حق إنساني، حق إنساني، ناموس طبيعي. مفيش أسرة
بتتولد ببعض المحاذير. طبعا كل واحد ليه حق إدارة شؤونه بشكل شخصي، يعني في شخص يشوف ان هو ما بيحبش الأطفال او مش ما يقدرش على تربية أطفال، حقه تماما ان هو لا ينجب، لكن لما يكون توجه عام يبقى في خطورة، لان اي تطرف في ممارسة عامة ده بيؤدي الى خطورة. طيب لان دي ظاهرة لم ترقى الى مستوى الظاهرة، هي شيء موجود وبيتم الحديث عنه احيانا، وفي مجتمعات الشباب اللي بقول لحضرتك عليهم ان هم احنا عايزين نحقق نفسنا الاول، عايزين نعيش حياتنا بالمعنى المباشر، نخرج نروح نسافر وما نحسش بالضغط المادي بتاع بقى ان في اولاد ليهم احتياجات ثم بعد كده مدارس والسيركل او الدايره اللي عارفينها كلنا. بيأجلوا الانجاب، الاغلب بيؤجل الانجاب سنه او سنتين او ثلاثه بوسيله امنه تضمن انجاب الفتاه بعد كده او السيده بعد كده في الفتره اللي هي تقرها هي وشريكها. التأجيل مفيش منه ضرر. فكرة المنع تماما بعدم وجود أسرة مكونة من أطفال بسبب العبء المادي أو الأفكار المستحدثة أمر متطرف زي أي فكرة عامة شاذة ملهاش علاقة بطبيعة الخلق. طبيعة الخلق هي اللبنة الصالحة. يعني إحنا عارفين إن الجواز زوج وزوجة وأطفال، فكرة تقنين طفل أو اتنين ده اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزين أكتر من كده، إن الأسرة تكتفي بطفل أو طفلين، لكن ما يكونش عندنا بعض المصطلحات الدخيلة واللي بتقدر إنها تاخد من قوامة الرجل وطبيعة الست. يعني الست مخلوق للعطاء، مخلوق للحنية، مخلوق إنها تكون أسرة وتطبخ لأولادها وتحاجي على أولادها وتبني جيل. حضرتك مع مرور الوقت مش هتلاقي السيدة دي، مش هتلاقي الفتاة اللي بترجو انها تنجب وتربي ويبقى عندها أسرة، هتلاقي توجه عام أناني بيدور في فلك نفسه عايز يحقق ذاته بس بدون أي عطاءات سواء رجل أو مرأة. يعني احنا بنربي الفتيات على ايه؟ يعني كان في حاجة اسمها التربية المنزلية في المدارس، بتبقى طبيبة وبتخش كلية طب أو هندسة أو تعمل ماستر أو دكتوراه، لكن في نفس الوقت عارفة تقف في المطبخ وعارفة تدير أسرة وعارفة تحمل وتخلف وتراعي طفل وتقعد معاه وتديله حنان ورعاية كاملة. إحنا محتاجين أم ومحتاجين أب، مش بس محتاجين أفراد كرهة الحياة أو كرهة الأسرة. أخيرا أستاذ عبير، الاستراتيجية اللي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار اللي هي الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، أبرز ما يعني لابد أن احنا نضع أيدينا أو نؤشر عليه بالقلم؟ أن الرسالة لا تصل لأغلب المواطنين، الرسالة الإعلامية. رسالة الوعي والإرشاد لا تصل لأغلب المواطنين، لأن الوسائل اللي بتبث من خلالها ليست كافية أو ليست احنا عايزين نقول مثمرة كما يرجو المشروع أو ترجو الوزارات أو ترجو الدولة أو نرجو احنا كمجتمع. احنا بنتمنى ان كل الناس تكون عندها وعي شامل، مش وعي بس ان الطفل واحد كفاية، لا، وعي كامل بإيه مفهوم الصحة الإنجابية، يعني إيه أجيب طفل ويعني إيه أجيب طفلين وكيفية منع الحمل وإزاي والمدة قد إيه وإيه إيه السلبيات وكيف أتلافاها وإيه المنافذ اللي بتقدم الخدمة وإزاي أوصل لها. كل الطرق، كل المعلومات دي لابد أن تصل لجميع المواطنين بشكل سواسية. الاستراتيجية هتركز على هي مركزة على فكرة، بالمناسبة مركزة على الثغرة دي، فكرة تضافر قوى الإعلام، يعني وزارة الصحة والسكان وبعض الجهات والهيئات الإعلامية الكبرى في الدولة والدولة يكونوا معنيين بمشروع إعلامي حقيقي. في إيه بقى؟ في تحديثات ومعاصرة لكل وسائل أو منابر أو منافذ الإعلام اللي بتوصل لكل مواطن. احنا عارفين طبعا دلوقتي ان في منصات كبيرة جدا إعلامية لازم يكون فيها دعم للأسرة المصرية. التكنيك الدعائي هيكون مختلف عما كان يحدث في الثمانينات. نتمنى ده. وعلى فكرة الاستراتيجية شرحت ده بشكل وافر وكان بشكل شفاف، يعني الإحصائيات اللي ذكرتها كان شفافة جدا وده أمر محترم، خاصة ما تطرقت للإجهاض
الاجهاض وللطلاق ونسبه، فكره السعي للاجهاض انها نعم. بتحاول انها تحارب ده رغم انها بتعمل ترشيد للانجاب، ده امر محترم. يعني احنا بنحس ان يكون في جهود اكتر لخدمه المواطن وصحه المواطن سواء كان رجل او امراه. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم الاستاذ عبير سليمان الباحثه في شؤون المراه، شكرا جزيلا لك. شرفت. الشكر موصول لمشاهدينا الكرام على متابعتكم في هذه الحلقه من هذا الصباح على شاشه النيل للاخبار، نعود ونلقاكم غدا وفريق عمل جديد، دمتم برعايه الله.